تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. كما راكم تشوفوا هنايا راهي باينه عندي مشمش، عندي سكر، عندي لاباني، راح نديرو هنايا معجون مربى تاع المشمش. في الحقيقه انا زوجي شراه، ما كنتش رايحه نديرو مشمش، قلت علاش لا، كي جابوه هكذا طايب وصغير انتهزت الفرصه قلت نعمله لكم فيديو. جابوا هكذا صغير، جابوا طايب بزاف، هاو شوفوا طايب بزاف، هاو ديك نقوه غسلوه مليح. هنا عندي كيلو، هاو عندي كيلو تاع مشمش، وهنا عندي 600 غرام تاع السكر. هنا هذا المشمش راه حلو بزاف وراه طايب، ممكن ممكن في الكيلو كيكون شويه ناقص الحلاوه ديروا حتى 700 غرام. عندي هنايا 600 غرام تاع السكر، نضيف لها هكذا نص ملعقه تاع فانيليا، تاع الفانيليا هكذا، ونحطوه فوق السكر، عفوا نحطوه فوق المشمش، خلوه كيما راهو هكذا، ما تخلطوه ما حتى حاجه. نغطوه ونخليو حتى السكر تاعو كامل يذوب، كي يذوب كامل رايحه نرجع لكم باش نكملوا للوصفه. رجعنا هاوليك المشمش تاعنا، هاوك هنا بعد ما طلق كامل السكر فيه. دوك واش نديرو؟ نحطوه في طنجره اللي نطيبو فيها المعجون، يعني لو كان عندكم طنجره ثقيله يكون احسن. دوك انا واش ندير؟ دوك انايا نحطو فوق الفرنو، في الاول قوو الفرنو ومن بعد نقصولو وخلوه يطيب، وكل ما يديروا هذوك الرغاوي من الفوق لازم تنحيوهم، خاطش هذوك الرغاوي هما اللي يخلوا لكم المعجون تاعكم يقراص. هاوليك شوفوا هنا كي غلا، الان حنا نحيو كامل هذا الرغاوي هذايا هكذا غير بالعقل. الان نقصوا الفرنو ونحيوه كامل هكذا. الان نكمل نحيه كامل ومن بعد نرجع لكم. المربى تاعنا بعد ما طاب هاوك، الان انا نرحيه بلو بغا هذا، هاوليك كيفاش جاك رحينه. الان واش ندير؟ نحطو هنايا فوق الفرنو مره ثانيه، نخليه واحد 5 دقائق يغلي وانتم تحركوا فيه، ومن بعد نوريه لكم في طبق التقديم. هاولي كان رجعنا، هاولي المعجون تاعنا المربى شوفوا كيفاش جا، هاولي والله غير جا ما شاء الله، مربى يعني بيتي هاوك. ان شاء الله جربوه ويعجبكم، هاوك هنا هاوك كيفاش جا، هاو ما شاء الله هاوك ولا جا احسن من تاع برا. برك حبيت نقول لكم حاجه، كي تحطوه في البلاره لازم البلارات يكونوا معقمين، تحطوا الماء يغلي وتحطوا البلارات تاعكم يغلو واحد 5 دقائق ومن بعد تنحوهم تخلوهم ينشفوا مليح. لما ينشفوا مليح حطوا المربى تاعكم هو سخون وغلقوه مليح وحطوه هكذا باش يشد لكم مده اطول. خلوه هكذا حتى يبرد مليح المعجون تاعكم، ومن بعد ولوا قلبوا البلاره تاعكم هكذا وحطوه في الثلاجه. هذا واش حبيت نقول لكم، وان شاء الله يا ربي ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات. والى فيديو اخر ان شاء الله، استودعكم الله في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.